مشاهدي الكرام، الآن ننتقل بكم مباشرة إلى قضاء سوران، حيث ينضم إلينا من هناك مباشرة مراسلنا ريبر عبد الغفار ليطلعنا عن السياح المتواجدين هناك بعد هطول الثلوج. نعم، ومساء الخير بك يا ريبر، حدثنا أكثر عن السياح وعدد السياح لديك. نعم تفضل. نعم سمير، مساء الخير. فقط اليوم توافد حوالي 4000 سائح وزائر على جبل كورك السياحي. السياح قادمون من أماكن مختلفة في العالم. نحن لم نستطع أن ندخل معك مباشرة في قمة الجبل وداخل الثلج بسبب انقطاع شبكة الإنترنت، ولكن هنا في مكان صعود السياح إلى قمة الجبل نحن هنا حتى هذه اللحظة. بعض السياح ينتظرون الصعود إلى القمة، فبسبب العدد الكبير للسياح لن يستطع الجميع الصعود إلى القمة حتى هذه اللحظة، وعملية صعودهم مستمرة حتى هذه اللحظة. كما قلت، السياح قادمون من مناطق مختلفة، من أماكن مختلفة في العالم، من العراق، من سوريا، من باكستان، من هندستان، من الدول الأوروبية، من أمريكا، من غيرها من الأماكن. أنا كنت موجود في قمة جبل كورك، رأيت عدد كبير من السياح كانوا مستمتعون داخل الثلج الموجود في قمة جبل كورك. تساقط حوالي متر من الثلج في قمة جبل كورك. يعني هذه السنة تأخر تساقط الثلوج في إدارة سوران، ولكن في الأسبوع يعني في هذا الأسبوع تساقطت كميات كبيرة من الثلوج على هذه المنطقة، ولذلك انتعشت السياحة الشتوية في هذه المنطقة مرة أخرى، وبدأ السياح بالتوافد على هذه المنطقة للاستمتاع بالأجواء الثلجية الموجودة في هذه المنطقة وبالطبيعة الجبلية الخلابة الساحرة هنا. سمير، أنا أريد أن أنتقل إلى بعض السياح، ولكن لا أعلم من منهم يتكلم العربية. مرحبا بك. هلا يس، تو ماتش انجوي مي اما تو ماتش انجوي ثانك يو. مرحبا ساتشو اي كردم. سمير، لا اعلم، يعني العدد كبير، فلذلك لا اعلم من منهم يتكلم العربية. فالعدد كبير، ويعني جميع الأماكن في إدارة سوران المستقلة هكذا مكتظة بالسياح القادمين كما قلت. نعم بالتأكيد، وهذا ما نشاهده يا ريبر. من منكم يستطيع أن يتكلم العربية؟ مرحبا بك حبيبي. الله يسلمك. الله يسلمك حبيبي. من وين؟ من بغداد. شلون تشوف الأجواء هناك؟ والله أجواء خرافية ما شاء الله، يعني نتمنى عندنا هيك في بغداد احنا. الله شاهد. كم دقيقة وانت تنتظر هنا؟ كم دقيقة؟ اقول لك كم ساعة. اي والله 3 ساعات. المكان يستحق ان تنتظر. اي يستحق ان شاء الله، يستحق ان شاء الله. اجواء حلوة، كلش حلوة. شلون تشوف التعامل هنا؟ لا لا، تعامل ممتاز، واحد عراق ان شاء الله. فرصة سعيدة. نعم سمير، هذا هو رأي السياح جميعا. نعم. الجميع مستمتع هنا في هذه الأماكن السياحية. فالسياح أكثرهم كما قلت قادمين من مناطق وسط وجنوب العراق، وكذلك يشعرون بالأمان والهدوء والطمأنينة هنا، وكذلك مستمتعون بهذه الأجواء الثلجية والطبيعة الخلابة الموجودة في إدارة سوران المستقلة. سمير، منذ يعني الظهر في الساعة 1:30 أنا موجود هنا، فالمكان منذ ذلك الوقت هكذا مكتظ بالسياح، والجميع يعني واقف في هذا الصف بانتظار الصعود إلى قمة جبل كورك عبر هذه الكابنة الناقلة التي تنقل السياح إلى قمة جبل كورك. نعم، من إدارة سوران مراسلنا ريبر عبد الغفار، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.